هي عملية من مرحلتين. المرحلة الأولى 340 صاروخ كاتيوشا استهدف 11-12 موقع وسكنة عسكرية كبيرة ومهمة في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. والمرحلة الثانية هو عبور عشرات المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة باتجاه أهداف العسكرية في العمق. هاي العملية اليوم انتهت. طيب، إلنا رد أولي، هل أقفل هذا الملف؟ أستطيع أن أقول لكم أيضا بشفافية، نحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى في هاتين القاعدتين وبالخصوص في جليلوت. بدنا نتابع مصادرنا والمعلومات التي يمكن أن نحصل عليها ومشاكل. إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود، فنحن نعتبر أنه عملية رد على اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن سيد محسن واستهداف الضاحية قد تمت. وإذا لم تكن النتيجة في نظرنا كافية، فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق رد حتى وقت آخر. خلي الناس يريحوا أعصابه، بده يرجع بيته يرجع بيته، البلد يرجع يهدى من جديد.